كنت أعمل ذنوبا عظيمة، وأنا الآن تبت والحمد لله وأبكي كثيرا على ما فعلت. هل علي من كفارة تجاه تلك الذنوب؟ وهل سيغفر لي ربي ودهوني؟ جزاكم الله خيرا. نعم، التوبة واجبة على المسلم من جميع الذنوب. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة في كثير من الآيات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة في كثير من الأحاديث الصحيحة، قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون، وقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ألا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. التوبة واجبة من كل ذنب، والله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه توبة صحيحة. ولا ذكره السائل من أنه تاب وندم إلى الله وصار يبكي إذا تذكر ذنوبه، هذه علامة خير ودليل على صدق التوبة، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي. وأما الكفارة فهذا يختلف باختلاف الذنوب، فإذا كانت المعصية قتل نفس بغير حق، أو كانت المعصية في تعد على أحد في نفسه أو ماله أو عرضه، فإنه لا بد أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. فإن كان الحق قصاصا إنه يمكن من نفسه من القصاص أو يطلب المسامحة، وإن كان الحق مالا فإنه يؤديه إلى صاحبه أو يطلب منه المسامحة. فإذا كانت هذه المعاصي تتعلق بالمخلوقين ظلمهم والاعتداء عليهم، فلا بد من أداء الحقوق إلى أهلها وطلب المسامحة، طلب المسامحة منهم. أما إن كانت المعاصي فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لا تعلق لها بحقوق المخلوقين، فهذه تكفي بها التوبة الصادقة، والله يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.